may not have started the Egyptian revolution, but it played a large part once the spark was lit. Visual artists documented the people's uprising, first in Tahrir Square, and then across galleries in Cairo and Egypt in the months that followed. معرض الأخير اللي هو في 2011 وكان عن ثورة عن الثورة. استخدمت بعض حاجات في الفن الشعبي زي الأورام والحاجات اللي بيستخدموها الفلاحين في الشواديف والحاجات. رحت عند نجار بيعمل الحاجات دي، هي بالصدفة ان انا كنت راح اجيب حاجات وشفته، فقعدت خدت منه شوية حاجات ومع الخزف عشان اعبر عن المصري البسيط اللي تعب عمره كله وأمله في انه يحقق بقى ما يطمح اليه. الأشكال كلها واخدها من الحاجات الشعبية، من الحياة الشعبية بتاعت الإنسان البسيط اللي هو فعلا محتاج الثورة دي، محتاج إنه ياخد حقه في العلاج، محتاج إنه ياخد حقه في العمل، محتاج إنه ياخد حقه في الحياة. إنما كده هم يعني في ناس كتير تحت خط الحياة، يعني هم مش عايشين، هم يدوبك يأكلوا ويشربوا لو لا. فهم دول اللي أنا كنت متأثرة بيهم، خاصة إحنا كتير بنسافر ونتفاعل مع الناس دي ونرسمهم ونشتغل وياهم وحاجات كده، فحاسين بيهم قوي. يمكن إحنا حظنا أسعد شوية إن إحنا كملنا تعليمنا واشتغلنا عندنا وظائف، لكن في ناس يعني بيأثروا فينا بشكل يعني قوي جدا، لان هم عندهم اصرار على الحياه بالرغم من الصعوبات الجامده اللي هم بيقابلوا. اللي فلاح قادر كل الارض حاضر، والبطن تطرح بنادر اللي زينها المراسي او قيود وسيراسي قلبي يا مصر.
25th of January Revolution blurred the divide between popular and fine art. Art no longer belonged to the rich or those who could afford it. It was the property of the masses. Alongside the paintings and the photographs, there were witty cartoons and posters. Some even used their bodies as canvases. The revolution moved art to the streets. The uprising may have brought political chaos, but there's a hope it yield a more powerful Egyptian art. بحب أسجل أن الثورة المصرية في 25 يناير تختلف عن الثورات العربية، لأنها استغلت الفن والمسرح والشعر والموسيقى والبعد الفكاهي المصري في مواجهة قوى الفساد والطغيان التي جسمت على ظهر أو على نفس المصريين لمدة 30 عاما. فكانت هناك المسرحية، وكان هناك الغناء الشعبي، وكانت الرداوة، وكانت التمثيلات الهزلية والأرجوز والكاريكاتير والفن التشكيلي وفن الأطفال وفن الحوائط وفن الجرافيكي والفن على الأسفلت وورش الأطفال التي كانت تعلم الفنون للأطفال الثورية. وظهرت شعارات كثيرة في هذه الثورة، أي أن البعد الفني المصري كان زخم قوي لهذه الثورة، والتي نسميها القوى الناعمة، القوى الناعمة للمصريين التي تحكم المنطقة العربية عن طريق أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وآخرين من الفنانين التشكيليين عبد الوهاب الجزار وندى وغيره، وكل أجناس الفنون تسيطر على وجدان المنطقة العربية، وبالتالي تكون الرياضة لمصر. Egyptian Revolution. Fall of former Egyptian President Hosni Mubarak ushered a new era of arts that reflects new social and political environment. مصر ما بقتش هي مصر القديمة الأيام الذل والقهر والأفكار الدينية اللي كانوا بيدخلوها لها بالعافية. كان الواحد بيبص على البرامج الدينية، فكان البرامج اللي فيها فتوى كتير جدا، واخش برجل اليمين ولا برجل الشمال الاول. فكانت الناس حقيقي عندها، كان عصر مبارك مخلي عندنا غسيل مخ. المسيحيين قاعدين في ركن والمسلمين حاسين باختلافات فظيعه. الثوره جت غسلت كل ده وللابد، يعني ده مش هيرجع تاني. يعني الاخوان كمان البومب حكمهم البائس جدا، فنورت الناس اكتر، نورت على مصر جدا. يعني صحيح تعبنا كتير ودم كتير، لكن هو ده تمن الحرية. يعني مصر طلع للنور.
واتمنى ان احنا نتماسك. مصر لو قامت العراق هتقوم وسوريا هتقوم، وطول ما الشعب ده هو قوي مش هيقدروا يضربونا، يعني مش هيقدروا يعملوا فينا اللي عملوه في بقية العالم العربي. لما تعلى الحالة الإنسانية في الشعوب، لما تعلى ويعلى الاقتصاد والحالة تبقى جميلة